اي حد فينا ممكن يغلط مرة واتنين وتلاتة ومية، ومحدش بيعرف انه عمل حاجة اصلا. بس لما انت تبقى معروف نسبيا، الغلط ده ممكن يأثر على شغلك او شكلك قدام الناس. بالك بقى، انت واحد مشهور، الغلط ده مش هيأثر في شكلك انت بس، ده كمان هيأثر في الجمهور بتاعك او الناس اللي بتحبك. من غير كلام كتير، خلينا نشوف اقدر 5 ممثلات مصرية في الوسط الفني. ما تنساش قبل ما تبدأ الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وتشترك في القناة لو انت لسه جديد، وما تنساش تطلع النادي. الترتيب اللي انا عامله في الحلقة دي مش معناه ان في ممثلة احسن من ممثلة، بالعكس، كل الممثلات اللي هنا غلط وغلطات اوحش من بعض. رقم 1، ياسمين صبري. ياسمين صبري على الانستجرام بتنزل صور ليها في التمرين، ففي واحدة من البنات اللي بتتابعها قالت لها انا كنت بعمل الحركة دي من وانا عندي 6 سنين. ياسمين صبري بقى ردت قالت لها ايه، اكيد كنت بتعرف تعمليها وانت صغيره، عشان كده طلعتي عندك متلازمه داون. حقيقي مفيش رد اكثر من كده ممكن يتقال، لدرجه ان في طفله من ذوي القدرات الخاصه ردت عليها رد يخليها متعرفش تتكلم تاني. شوف الفيديو. طنط ياسمين صبري، انا زعلانه منك قوي عشان انتي بتريق علينا، لو سمحتي اوعي تتريق علينا كده، عيب اسمه عيب كده، اسمه تنمر. احنا مش معاقين ذهنيا، احنا بنفهم واحنا بنتعامل مع الناس. بطلي تتريق علينا انا وبقى اصحابي. مش انا زعلانه منك، انا مش هكلمك تاني، عشان انا بحب كل الناس، يعني انا بحب كل الفنانز بتوعي، وانتي بالذات انا مش بحبك. بس مش شكرا، شكرا قوي اللي انتي بتريق علينا، شكرا. رقم 2، هالة صدقي. هالة صدقي تسرب لها فيديو كانت بعتها لصاحبتها وهي بتهين الناس اللي شغالة معاها وبتقول عليهم اقذر الالفاظ، وطبعا بتتعامل معاهم على انهم جواري مش فنانين شغالين معاها في نفس المكان. طلعت قالت في لقاء ان تليفونها اتهكر وحد سرب لها الفيديو ده، وبغبائها ده اثبت الموضوع عليها اكتر. طبعا هوريكم الفيديو. شايفة الريف المصري، شايفة جمال، وشايفة شجرة المانجا يا قطة. انا بشتغل مع الجرابيات دول يا روحي، مع حسالة المجتمع دول يا قلبي، عشان اروح اشد الخطوط وفتي. لا حول ولا قوة الا بالله. رقم 3، شيرين رضا. شيرين رضا من اكتر الممثلين اللي بحبهم في الوسط الفني، بس انها تطلع في لقاء على قناة اون بتهاجم بيه الطرق اللي بيأذنوا بيها في المساجد، وطبعا بتقول بكل ثقة ده جعير مش اذان. اكيد دي مش حاجة نفتخر بيها، كانت ممكن توصل فكرتها بشكل اسهل وابسط، بس هي عملت زي ما اعرض لكم حالا. اكيد دي مش حاجة نفتخر بيها، كانت ممكن توصل فكرتها بشكل اسهل وابسط، بس اللي هي عملته ده ما يتغفرش. رقم 4، داليا البحيري. في بداية انتشار الفيروس، داليا البحيري نزلت فيديو بتهيم فيه الناس اللي بتنزل من بيوتها مش بتوعيهم زي ما كان في دماغها، وقالت لهم باللفظ هديكم على راسكم بالشبشب، او يعني حاجة زي كده. الناس اللي اتشتمت دي اكيد ملهاش ذنب انه يحصل فيهم كده، من واحدة اسف في الجملة ما تستاهلش تكون بني ادمة، ودي اقل جملة ممكن تتقال عليها. طبعا هوريكم الفيديو. وده الاكونت بتاعي، وانا ما كتبتش حاجه، انا اخجل منها على الاطلاق. انا كل اللي طلبته في هذا الفيديو في هذا البوست ان يتم يبقى فيه حظر كامل، لان اللي حصل امبارح ان في ناس كتيره جدا، وهو ده اللي انا كنت بهاجمه، نزلت تتسوق في المولات في العتبة وفي الموسكي، بينزلوا يتسوقوا، بيشتروا لبس ويتسوقوا، بيعملوا شوبينج يعني. فأنا الحقيقة ده رد فعلي أنا وناس كتيرة جدا زيي عايزة تقول نفس الكلام. لكن كالعادة أي حد من الوسط بيتهاجم بشكل شرس. رقم 5، رانيا يوسف. طبعا كلنا شفنا وسمعنا عن حادثة التحرش، والكل اتكلم عنها، وكلنا عارفين الصح فين والغلط فين، ودي مش محتاجة حد يحذرنا منه او يقولنا ايه الغلط وايه الصح. من الاخر، الدكتور عبدالله الرشدي طلع في فيديو وقال فيما معناه ان العيب على البنت، طبعا رانيا يوسف، وبدون اي سبب غلطت فيه بعينه، مع ان الدكتور عبدالله الرشدي ما غلطش في اي حد بعينه. ده كله طبعا غير حياتها الشخصية اللي كلها رايحة في داهية، وانا طبعا مش هتكلم عنها لانها حرية شخصية، كل واحد ليه الحق انه يعمل اللي هو عايزه في حياته. بس كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. يا ريت لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. الفيديو كان خفيف، بنتكلم فيه عن الحاجات اللي احنا سمعنا عنها او شفناها. الحاجات دي ما تنفعش، ان هم دول ممثلين ليهم جمهور وبيأثروا فيهم، الجمهور ده بياخد اي حاجه الممثلين بيقولها ممكن يعملها بنفس الطريقه، بس احنا ما عندناش الوعي ده.
سلام. Bye.